طيب احنا كنا نتذكر نوح العام ننظر فيه وطرق الاقبال لخصائص الاعداء. اخذنا انتروداكشن، اخذنا فيها الويكس والايفن والبرايم والكومبوزيت مظبوط. واليوم بدنا ناخذ على ريليشنال نمبرز، ناخذ خصائص الريليشنال نمبرز ونثبت هذا الخصائص وبعدين كمان حنروح عن السيشن الثاني عن الفيزيبل. طيب خصائص الأعداد، شو الأعداد النسبية؟ الريليشنال نمبر شو تعريف؟ يعني في البداية كمان نتعلم كيف خصائصهم. بدنا فقط ناخذ شوية تعريفات. فشيل الأعداد النسبية، شو الأعداد النسبية؟ إنه بيكون R is the rational number، بيكون there exist integers A و B، وبكون هذا الرقم R هو حاصل قسمة A على B. يعني لما بقول لكم 25%، لما بقول 25 معناته there exist at least، there exist at least، يعني at least رقمين، واحد A واحد B، طبعا ممكن يكون أكثر من رقم. ربع 25 لا، ممكن يكون واحد على أربعة ولا 25 مش ممكن يكون there exist يعني. at least رقم A ورقم B such that إنه R من 25% هي حاصل قسمة هي على B. واضح؟ فبنقول real number is a rational if and only if it can be expressed as a quotient of two integers with a non-zero denominator. يعني انه بشرط انها b ممنوع تكون ايش؟ زيرو. A real number is that is not rational is irrational. اي شيء، اي نمبر، مش اي شيء، اي نمبر that is not rational فهو irrational. دكتور ممكن يكون انه مش انتظار. ايش هو؟ ال A وال B. لا. شو اللي مثل ايش؟ اللي يكون نفسه rational؟ لا، نفسه. نفس الريشنال؟ طب الريشنال هو الثاني؟ ممكن انه نضرب. نعم، هلا بتجوز تقول لي انا بدي A و B ريشنال. نفس. طيب بس هذول الريشنال جايات حسب ضرب برضه انتجر نفس الشيء حسب قسم. طيب نيجي نطلع 10 على 3 ريشنال ناقص 5 على 39 ريجنال بتعارض مع هون ريجنال هاي 7 على 1 0 0 0 على 1 مش ريجنال؟ ها؟ مش ريجنال. ليش؟ لأنها بتتعارض مع التعريف. طيب 2 على 6 irrational؟ لا، شوف قلت قبل شوية مش كل شيء مش rational. يعني بنقول إذا كان الرقم، هل هاي رقم؟ لا هي مش هاي مش رقم، نو مش رقم، هاي مش رقم، هاي مش رقم. فبنقول a real number that is not rational is irrational. يعني نحكي لازم يكون ايش؟ لازم يبقى real number ومش rational عشان تبقى rational. ها؟ نعم. يعني هاي مش رقم اول شيء. هلا بالتعريف شو بقول؟ تعريف الirrational انه A real number
that is not rational is irrational. فالبشر إذا أي شيء بيبقى irrational شو لازم هو؟ real number. فهل هاي هي real number؟ طيب هاي كيف ممكن تكون real number ما بعرف. أنت يعني أهم شيء هو لازم تكون إيش؟ بزبطش يعني. مش منطقي. كيف؟ يعني الريال نمبر أنا أتوقع إنه عدد على عدد ممكن إنه صح ما بعرفش بس في عصبة صح لما أشوف التعريف على الريال نمبر ذكر هاي شو بنسمي على الدوري بالعربي؟ دوري الواحد يسمي على الدوري هل هاي ليش هنا؟ ليه؟ لأنه عشان ما حصلش على 99 ها؟ لأنه حاصل 12.99 حاصل قسم عددين ليش؟ آخر واحد إذا إم وإن آر انتجر وإم وإن مش زيرو هلا الإم زائد إن على إم إن هل هي ليش هنا؟ ما هي ليه؟ كيف عرفته؟ لا مش شرط يعني ممكن يكون واحدة فيهم صفر لا هو هي هي مش صفر هلا هم مش ولا واحد صفر هلا هاي بما انها شيء انتجر وهاي كمان انتجر هي بنفس الشيء طيب مش اعطيكم مثال على مش ريشنال اثنين عصفر اثنين عصفر از ريشنال مظبوط وين الوقت في شيء صفر على شيء صفر على صفر على اثنين هاي لا هاي ليش؟ مش عارف ما مش عارف الأعداد الخيالية لا مش عارف complex numbers complex numbers زي 2i plus 1 2i plus 1 plus 1 complex numbers. My complex numbers. لا لا. 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 جذر اثنين على واحد. مش هذا الريشنال لأنه هو ريال نمبر مش انتجر بس جذر اثنين مش انتجر. طيب انتبهوا انه بالسلايد اللي بعده بدي اورجيكم انه every integer is rational every integer is rational طيب sum of two rational numbers is rational لا تعرف كيف نتبهها A على B بس C على B شو كنا نساوي سبوز؟ إنه R ريشنال إنه إيش؟ R ريشنال يساوي A على في عنا two sum of two ريشنال numbers هذا أول شيء نسويها باللوجيك شو رأيكم؟ عشان تنفع أسهل زي ايش نسوي هو؟ ساعدوني عليها.
for all. نختار R S R for S تنتمي إلى ريشنا. طيب إذا قلت R Z أرزاق 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 إف أنا بحسن أرزاق أرزاق أي على بي أرزاق أي على بي لا 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 ما نكتبه بس بالمعنى هلا مزاكي إف أنا بحسن أرزاق إذا أرزاق 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 إذا أر أرزاق إذا أر أرزاق 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 يقول إذا R S M R يعني ريشنال S وهاي R then ريشنال R و S M S no particular bar arbitrarily chosen numbers chosen rational numbers. مزبوط. We need to show إيش؟ إنه R زائد S is rational. طيب. هلا suppose أو from the definition نقول suppose أو from the definition of R R equal مستعمل بسنس ال A على B واس بتساوي سي على بي واس بتساوي سي على دي معناته ار زائد اس وبي لا يساوي صفر ودي لا يساوي صفر بي لا يساوي صفر ودي لا يساوي صفر ودي لا يساوي صفر زائد اس R زائد S بتساوي إيش؟ A على B زائد C على D بتساوي A على B زائد C على C B A D زائد C B A B C B A C زائد C B A D على إيش؟ B D نقول إنه B و D لا تساوي صفر لا تساوي صفر لأنها لا تفضل كذا كذا وإنه إيش هلا سووز إنه مثلا X بتساوي A D زائد C B هذا انتجر ليش لأنه جمع مضروب انتجر انتجر وسووز إنه Y بتساوي بي دي هي كمان تنتمي الى مضروب على ذات انتجار انتجار بتساوي معناته اكس على واي يساوي ار زائد اس عمليا بتساوي اكس على واي وذي از وان تو دو نيد تو شو بس تكتب كل اللي احنا كنا بي و لا ليه ليه كان واضح كيف؟ طيب ذكروا بس ذكروا هون شغلتين انه اي اثبات فيه له زي سكيما زي ستراكشر لازم تتبعوا زي بروتوكول لازم تتبعوا عادة هاي نص الحل وفكرة الحل هاي فيش واحد ما فيك اياها يعني هاي من
في هذا السؤال؟ في أي سؤال؟ ها؟ شو مكتوب هو؟ بعدنا نستعمل نظريات مثبتة عشان نثبت نظرية جديدة؟ أيوة. طبعا في الامتحان الامتحان ايش الثاني الامتحانات لا لان من دربك بنفحصك مش في الواقع الامتحان هات نشوف لو عندي اشي بيقول the double of a rational number is rational تقدر تقول اياها هل بصراحة مش واحد طلع الكتاب ويقعد ينفذ فيه أنا بصراحة هاي هي سخافت هذه دبل او شو معنى دبل؟ مضروب اثنين هلا بتقدر تحطها باللوجيك؟
هون استعملتي طيب قاعدة سابقة نكتب لك لإثبات طيب يعني هون احنا لما تصير نسبة طاقة ليش بنحكي في يعني لازم نسبة اكس زائد اكس انها تنقص ايش؟ لا هلا انت مثلا في الامتحان بقول لك هلا بالامتحان بجوز اقول لك اذا اسمع بالامتحان تقدر تستعمل نظريات مقبله داخل الامتحان لانه الامتحان بيكون هدف انه نقيسك مش الهدف بجوز واحد عامل اثبات زميلك عامل اثبات بجوز تستعمل في الواقع بس بالامتحان لا الامتحان بيختلف احنا بالامتحان بس لقياس الطلاب اساس من الطلاب نفسهم بس انتوا في الواقع خلينا سيبونا من الامتحان هلا بالواقع معلش عندكم بالواقع اي واحد اثبت نظريه بتقدر تستعمل اثبات النظريه هون كيف استعملناها؟ كيف استعملناها هون؟ قلنا 2x فهي بتساوي x تر x وبالتالي x تر x هيك بنقول اذا ليش هنا؟ نمبر as it was proven in theory كذا كذا therefore the 2x is rational no and this is what need to be shown sure بدل ما استعمل x plus x ما خليها من x تساوي a على b على تقدر بس انا هون بس بدربك على كيف تستعمل x طب سبب سؤال هسا لو حكينا 2 ضرب a و a انتجر 2 انتجر بتساوي انتجر صح؟ هاي النظرية تعمل هاي مش نظرية هاي كمان مرة 2 ضرب a على b على b هسا لو حكينا 2a بما انه a انتجر تساوي انتجر 2a هل انتجر 2a تساوي بما انه a انتجر تساوي انتجر الرقم اللي بدك عنده انتجر هاي مش اكثر هاي النظرية بتعتبرها نظرية قصدك هل 2a انتجر ضرب انتجر هل هي يعني هل اخذنا مكان ما انها اثبتت لازم اثبتها لحالي انه تو ضرب انتجر شايف كيف هلا انت بدك تكون عم تشعل اكس هي ذات اكس انا بدك تكون تو ضرب اي على بي مظبوط يعني تو اي على بي مظبوط؟ تو اي على بي يعني هل هاي انتجر سؤال انا مثلا هل هاي انتجر وين اثبتناها لازم يكون في تين طب كيف بدنا نفهم يعني بدنا نشوف بدنا نستعملها خلينا هل اثبتناها لا بس في قانون هي لا وين في الرياضيات شو هذا الجديد طب ولا هو معناته اكس زائد اكس احنا عارفين انها انتجر قانون الرياضيات احنا قصدنا احنا معمولنا كثير هناك نعرفها باي نقطة بس احنا شو كنا بلاد بنشطر هذا بدنا كاركتريز ونعلمكم دقة متنامج على الاخر انه ما بتتحركش بستيب الا الستيب اللي بعدها بكون عارف يعني شبع انت شبع معناها وقت الامتحان لازم يكون طويل اسمعني هلا بديش احكي معك معلش خليك ركزوا معي كل الفلسفه كل اللي بقول هو المزج تبعتي انه كل شغله بتسويها احنا كل رياضيه نحكي بالبرمجه برمجه معلش تقول هون نحكي برمجه ممنوع تخطو خطوه لازم تاكد انها صح هلا هي ما تكون معروفه في اشياء كثير مرات بنحس انها معروفه وهي مش نغلط عشان ندربك على الذكر تذكر لا تذكر شو حكينا هلا هاي اذا اثبتناها النظريه تقدر تقول استعمال النظريه الفلانيه هاي النتيجه هاي النتيجه هلا بكم يسال سؤال ثاني عشان تدرب على هذا الموضوع بدي نساوي شغله بدي اعطيكم واجب لانه هاي نقطه وبقولوا فيش غير عندي في المحاضره هذول مجموعه من النظريات the sum product and difference of any two even integers are e تعرف تفتوها؟ Sum of two even integers is even.
اوكي. والبرودكت برودكت اوف تو ايفن انتيتيز از ايفن. والديفرنس اوف تو ايفن انتيتيز از ايفن. تقدروا؟ لا ما ها؟ تقدروش؟ ليه؟ ايه ناقص بي؟ احنا بنحكي على ايفن، احنا ما بنحكيش على ريليشنال. ها؟ سهل. طيب من هن كل واحد يستعملها باللي اوكي. هاي برودكت اوف ذا سب ان ديفرنس اوف تو اوب انتجرز ار ايفن. مجموع رقمين فرديات هو او طنق او واحد ينقص من طنقص من الثاني هو زوجي. مضروب عددين فرديات بيطلع فردي. مضروب عدد فردي بعدد زوجي بيطلع زوجي. مجموع عدد فردي وعدد زوجي بيطلع مجموع فردي وزوجي فردي. الديفرنس يعني الفرق بين the difference of any odd integer minus any even integer is odd. The difference of any even integer minus any odd integer is odd. هلا use the properties listed above to prove that if هلا عندك انت هذول النظريات 100 use the properties listed above هذول اعتبرهم to prove that if A is any even. هاي اذا صرحوا جزء الكتاب بتكون الكتاب الجديد هاي شو مكتوبه؟ مكتوبه good؟ مكتوبه even صح؟ واحد رد علي وين الكتاب محمد؟ ها؟ مكتوب لازم تبقى ايفن. ايوه سالفه اللي معه كتاب جديد هاي كان غلط بالكتاب القديم. ايفن انتجر اند بي از مش جيفن از اود انتجر ذن كذا 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 اسال. هلا بدك تثبت لي وتجيب لي اثبات مكتوب تسلم لي اياه المحاضره الجايه. معلش سوري كل هذا بدكم تثبتوا كل هذول بدكم تتدربوا على اثبات كل هذول بدكم تثبتوا الكل وتستعملوا اذا في واحد تستعملوها بالثاني. ليه؟